تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله وأيده، ويستقبل مركز التدريب المصالح الاجتماعية ابتداء من فاتح إلى غاية 6 شتنبر أزيد من 700 شابة مغربية متطوعة لشرف الخدمة العسكرية قادمين برسم تجريدة 38. وتم توفير المركز بمجموعة من الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية من أطر إدارية وطبية لمرر عملية انتقاء في أحسن الظروف. كتمر هذه العملية في مركز تدريب المصالح الاجتماعية عبر عدة مراحل مهمة، بداية باستقبال المرشحات والتأكد من الهويات، ثم التفتيش والفحص الأمني للأمتعة الخاصة بهم، إضافة إلى التسجيل والفحص الطبي واللي غيتم على مستوى مصحة المركز للقيام بمجموعة من الفحوصات الضرورية، وأخيرا المرور الفردي أمام لجنة خاصة واللي غتحسم في أمر التأهيل. في نهاية عملية الانتقاء ومن بين المؤهلات سيتم استقطاب 350 مجندة لصالح مركز تدريب المصالح الاجتماعية وإرسال فئة أخرى إلى مختلف مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية. حنا على مستوى الورشة الطبية اللي كتكون مرحلتين، المرحلة الأولى واللي هي مرحلة الثوابت الفيزيولوجية مثل الضغط الدموي، الطول، الوزن والحدة البصرية. أما المرحلة الثانية فكيشرف على عدة أطباء مدنيون وعسكريون من أجل التأكد من الصحة البدنية والنفسية للمتطوعات للخدمة العسكرية. أنا يا جيت اليوم باش نلبي استدعاء ديال التجنيد الإجباري اللي أنا كنت فرحانة أنني دفعت ليه من أجل تنمية الكفاءات ديالي وتطوير القدرات ديالي، وهذا مفخرة لنا لأنني أنا من الصغر ديالي والأمنية ديالي أنني نكون في الميدان العسكري. كنت داخلة في السيت بحال أي واحد كيدخل الانترنت وشفت لانونس ديال الخدمة العسكرية وبلي فيها بزاف ديال الكفاءات تقدر تضاف لك على داك الشيء اللي عندك، وقلت علاش لا ندخل اليوم ان شاء الله. التسجيل كان جد سهل، كان كل شيء متوفر في السيت، كل شيء مشروح، جميع الطرق كاينه، يعني ما كاينش شي صعوبات، وكنتمنى يكون الخير ان شاء الله ويكون من المحظوظات ان شاء الله. اليوم باش نلبي النداء ديال الخدمة العسكرية اللي شفت لانونس ديالها في التلفازة، واقترحت الامر على والدي وما لقاش معاهم حتى شي مشكل، ما اعترضوش ليا، بالعكس حفزوني. وانا من الصغر ديالي وانا تيعجبني العسكر، وكنبغي هادشي ديال العسكر، وما لقيت زعما مشكل مع الدار. صافي دفعت في السيت، تقبلت، جينا هذا الصباح. هذا جينا هذا الصباح كان كلشي زوين، كان كلشي بخير، الاستقبال كان زوين، لزنا من عدة مراحل، دوزنا، داز كلشي بخير الحمد لله. اخر الاطاب كانت هي عند اللجنة، تعاملوا معنا تعامل زوين، وكان كلشي بخير، كلشي في محله. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.